السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مع حصة جديدة لإنجاز تمارين درس الجمع والطرح والضرب 2. إذن سنبدأ مع التمرين رقم 1. أكتب عدد قلادات هاجر. إذن عند عمر 9 قلادات، تزيد قلادات هاجر عن قلادات عمر بثلاث قلادات، يعني العدد الذي عند هاجر يزيد عن العدد الذي عند عمر بثلاث قلادات. إذن لاحظوا لعمر 9 وهاجر تزيد عنه بثلاث قلادات. إذن سنكتب 9 و3 تعطينا جيد 12. إذن سنكتب 12، والعملية التي سنقوم بها هي أو التي قمنا بها هي عملية الجمع، إذن كي نعرف قلادات هاجر. إذن العملية هي 9 زائد 3 تساوي 12. إذن عدد قلادات هاجر هو 12 قلادة. الآن نمر من رقم 2. أكتب عدد دراهم عمر. عند هاجر 15 درهما، ينقص عدد دراهم عمر عن ما تملكه هاجر بخمس دراهم. إذن هنا هاجر لديها 15 درهما، عمر ينقص عن ما تملكه هاجر بخمس دراهم، يعني هاجر عندها 5 دراهم زائدة على عمر، بمعنى العدد الذي عند عمر زائد 5 يعطينا 15 هو 10. جيد، نكتب 10. إذن 10 زائد 5 تساوي 15. إذن العملية التي قمنا بها هي 15 ناقص 5، الفرق أو الباقي هو 10. إذن عدد دراهم عمر هو 10 دراهم. أحسنتم. الآن تمرين رقم 3. أحسب بكم تنقص قلادات هاجر عن قلادات عمر. إذن سنحسب عند عمر 8 قلادات وعند هاجر 5 قلادات. إذن عمر عنده 8 وهاجر عندها 5، إذن نكمل إلى 8، يلزمنا 3 لأنه 5 زائد 3 تساوي 8. إذن نكتب 3، 5 زائد 3 تعطينا 8، وهو عدد قلادات عمر. إذن سنكتب 8 ناقص 5، الفرق أو الباقي هو 3. إذن ينقص قلادات هاجر بثلاث قلادات. الآن سنمر لأول تمرين في استثمر. أحسب كم كان عند هاجر. عند هاجر عدد من القلادات، أعطت لأخيها 4 قلادات فأصبح عندها 9 قلادات. إذا كان لديها عدد من القلادات أعطت لأخيها 4 فتبقى لها 9، أعطته 4 فتبقى لها 9. إذن سنقوم بعملية الجمع كي نعرف ما هو مجموع قلادات هاجر. إذن 9 زائد 4 المجموع هو 13. جيد، إذن العملية التي قمنا بها هي 4 زائد 9 تساوي 13. إذن كان عند هاجر 13 قلادة. الآن تمرين رقم 2. أحسب عدد الفساتين. رتبت أم فساتينها في 6 رفوف، في كل رف 4 فساتين. إذن أم رتبت فساتينها في 6 رفوف في كل رف ووضعت 4 فساتين. إذن لدينا أولا 6 رفوف في كل رف، لدينا 4 فساتين، معنى وطينا المجموعة الثانية، لدينا 4 فساتين في كل رف. كم من مرة؟ 6 مرات، نضيف الألف والتاء. جيد، إذن هنا كما تلاحظون لدينا عملية الضرب، بما أن لدينا جمع متكرر 6 4 مرات أو 4 6 مرات. إذن سنبدأ 6 ضرب 4. جيد، تعطينا 24، أو نكتب 4 ضرب 6 تعطينا 24. إذن هنا لدينا الضرب التبادلي. إذن الضرب التبادلي 24 نفس النتيجة. إذن عدد الفساتين هو 24 فستانا.